انطلقنا في الترويج للمنتوج الوطني حتى يكون قابل للتصدير عن طريق معارض جهويه، لكن عندما شفنا حجم الانتاج على مستوى قسنطينه لقيناه باللي يتطلب اننا نمشي الى معرض وطني للانتاج، الهدف منه اولا ترويج المنتجات الوطنيه، ثانيا للتعريف بجوده المنتوج الوطني وتنافسيته، ثالثا لقابليته للتصدير لقدر يلج اسواق عالميه كبيره في العالم، والحمد لله شفنا الكثير من المؤسسات اليوم قادره باش انها تصدر بكل اريحيه وبكل تنافسيه ما في حتى اشكال. الحمد لله لحقنا في انتاجنا الوطني اليوم الى درجه نقطه لا رجوع، لحقنا في عقليه المصنع الجزائري اللي كان العديد من الشركات اللي كتستورد 43,000 شركه كتستورد، اليوم رانا ندورو في 9,000 وشي اللي راهي فقط تستورد، مقبلين ان شاء الله على تقليصها. كنا نستورد ما اكثر من 60 مليار دولار، اليوم الحمد لله عندنا اهداف اننا نرشد وارداتنا للشيء اللي ننتجوه ما نجيبوهش من الخارج الى اقل من 42 مليار دولار، اذا كل هذا خلانا نخلق ثروه، نخلق قيم، نخلق سلاسل قيم، ولكن كذلك نخلق مناصب شغل ونحافظ على تحويل عملتنا الصعبه.